المنتخب الأولمبي والمنتخب المالي في مستهل المشوار الأفريقي المؤهل لبطولة طوكيو بإذن الله، أولمبياد طوكيو 2020. شوف يا هشام، أنا عاوز أعرف حاجة الأول. اتفضل. البداية منتخب أولمبي المفترض كأفراد من 20 سنة. فعلا. المنتخب الحالي. لأنهم كلهم بيلعبوا دوري ممتاز بقالهم 3 سنين 4 سنين، أقل واحد لعب له 3 سنين في الدوري الممتاز. اللي ما لعبش خالص عامل له مثلا 30 40 ماتش في الدوري. فدي ميزه يعني. الحاجه اللي هي الحاجه المهمه في المباراه امبارح اللي انا شفتها، ان دي مش دي امكانيات المنتخب الاولمبي، مش امكانيات افراد. بمعنى ان فيها حاجه غير مناسبه للمنتخب الاولمبي بمهارته. اللعب امبارح ما كانش اللعب اللي هو عارف اللي فيه جمله تحس ان فيها مثلا حاجه متفق عليها. انا شفتها كده امبارح، يمكن معظم الناس شافوا الامر كده، لاني انت بتتكلم يمكن في ناس سعيده بالمكسب. احنا سعداء بالمكسب 1-0 كل حاجه. بس الناس دي بعاد عن امكانيات اللاعبين، ده احنا عارفينهم. يمكن مرنت منهم ناس كتير، شفت منهم في الدوري الممتاز ناس كتير، فانا عارف امكانيات المجموعه دي تعمل اداء شكله ايه. انا شايف ان الاداء أسوأ بكتير مما تخيلته انا. يعني الفرقه دي اقوى من كده كتير قوي. الفرقه دي تاخد بطوله افريقيا بالراحه يعني. الحقيقه بامكانياتها. هتقول لي ما هو في لعيبه في المنتخبات الاخرى، المنتخبات الاخرى فيهم بعض العناصر الجيده اللي ما جاتش لانها بتلعب في اوروبا. ولكن مباراه امبارح هنتكلم عليها تكتيكيا. انا شايف انه بدايه نص ساعه الاولانيه فيها لخبطه وحماس زائد، وده مش العادي بالنسبه للمنتخب ده بخبراته. انت عارف لو ده ما بيلعبش في الدوري الممتاز ولا بيلعب في انديته وما بيلعبش في خبرات افريقيا، هنقبل الموضوع شويه، كان الموضوع بقى افضل من كده كتير. لكن انا شايف انه ما فيش، عارف هشام، ما فيش التكتكس اللي يقول لك ان ده امكانيات الفرقه الممتازه دي. بالظبط بالظبط، دي حقيقه. امبارح اداء نص ساعه الاولانيه صعب جدا. وانا شوف انا عايز اقول لك حاجه، طول ما هي في مجاملات في التعيينات والحاجات دي يا هشام، وطول ما في واحد بيحب واحد ممكن يمسكه احسن حاجه في الدنيا، طول ما احنا حظ المنتخب الاولمبي سيء جدا 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 ان ما جالوش مدرب امكانياته عاليه جدا، لان ده لعيبه ممكن توصلك لاقصى تاخد يعني الاولمبياد. يا حضرتك يعني شايف سوء الاداء ده بسبب الاداره الفنيه مش بسبب كواليتي اللاعبين؟ لا، انا شايف اداره فنيه طبعا. لا، كواليتي اللاعبين، ما انا بقول لك يا هشام كلها خبرات عاليه. كلها لعيبه كبيره، كلها لعيبه بخبرات عاليه قوي، كلها لعيبه يشيلوا فرق وشايلين فرق في الدوري الممتاز. طيب كابتن عادل، عايز اسال حضرتك سؤال، هو احنا بنلعب بطريقه ايه؟ برضو عشان مش الموضوع مش واضح لي. انا بقول لك انا معنى. اللي يسال عن الطريقه دي هاني بوريدا، قصدي شوقي غريب. شوقي غريب. يعني لا، بس حضرتك مثلا، يعني حضرتك طبعا نجم كبير جدا في الكوره ومدرب كبير، هل انت شايف طريقه لعب المنتخب من رؤيتك الفنيه؟ حاجه خالص. انا متجنن يعني، انا زعلان جدا يعني. ايه يعني انت بتلعب، هو بيقول ان بيلعب 4-3-3 احيانا في المؤتمر الصحفي. انا مش شايف انه في اي طريقه في الدنيا يعني. انا مش شايف كده. هو يعني بيتقال ان احنا بنلعب 3-3-3 حاجه كده يعني، 3-3-3-1 حاجه كده يعني. بص يا امير، يعني انا عايز اقول لك طريقه اللعب اللي بيلعبها الكابتن شوقي غريب وجهازه الفني لا تناسب اللاعبين الحاليين. هي مش طريقه لعب يا امير. المدرب ما بيحطش طريقه. الطريقه بتتحط على القماشه اللي عندك، على الكواليتي اللي عندك. انت عندك كواليتي عالي قوي قوي قوي. المنتخب الاولمبي افضل منتخب اولمبي جه في تاريخ الكره المصريه. انا بكلمك بامكانيات لاعبيه، لكن انت مش شايف حاجه. انا من بدايه الاختيار كان غلط. لاني المنتخبات الاولمبيه ليها وضع خاص. اللاعبين دول لهم وضع خاص، عاوزين مدرب من المدربين اللي عندهم مصداقيه بالفنيات عاليه قوي عندهم. طيب
طيب كابتن، كابتن عادل، احنا دلوقتي في امر واقع. الكابتن شوقي غريب ايا كان مدرب ليه تاريخ كبير، سواء كمدير فني وجاب لنا برونزيه قبل كده في 2001 او كمدرب عام في الجهاز الفني كابتن شوقي غريب، او كابتن طبعا حسن شحاته في اكتر من مناسبه خد البطوله، فليه دور، ليه دور كبير مع المنتخب الاول في كل الاحوال. لكن عايز اتكلم، هل ممكن اداء المنتخب يتحسن خلال الفتره اللي جايه، ومدى اهميه تحسن الاداء عشان النتائج، ولا ممكن نستمر بهذا الاسلوب ونكرر سيناريو المنتخب الاول في بطوله الافريقيه؟ لا لا، هنتحسن لان في امكانيات اللعيبه عاليه قوي. انت يمكن المنتخب الاولاني منتظر، يعني انا حسام الفتري مثلا لما حاطط عينه على الفرقه دي كويس قوي، لان الفرقه دي فيها لاعبين امكانياتهم عاليه قوي. انا شايف ان اللعيبه هي اللي تحسن الاداء. اللعيبه خلاص حته الاضطراب اللي كان عندهم في المباراه الاولى هيروح. هنلعب المباراه الثانيه افضل شويه كتير ان شاء الله باذن الله. سهل، انت سهل انك ان شاء الله تاخد البطوله باذن الله. يمكن انا انا شفت، تدخل اللي ساعدني امبارح، تدخل محمد شوقي. لما محمد شوقي تدخل صح اللاعبين شويه، هي دي اللي انا كنت محتاجها يعني. انت فاهم؟ يعني شايف ان محمد شوقي عنصر جيد قوي، ممكن يكون عنصر مساعد للاعبين دي، قريب منهم، نجم كبير يعني، ممكن يتكلم معاهم. انا شايف ان شاء الله نتحسن وان شاء الله نبقى افضل، لاني ما عندناش فرصه احسن من كده. جيل عظيم يا امير. طبعا. النصيحه اللي حابب تقولها كابتن عادل ايه للمنتخب، للجهاز الفني؟ يعني اقول للجهاز الفني يعني نهتم بالحتت من الحته بتاعت الجمل المتكرره شويه. احنا ما عندناش هويه يعني. خلينا نشتغل شويه على التكتكس وعلى الوقفه وعلى الحاجات دي. انا شايف ان اللعيبه دي لو اتثبت بحريتها تبقى افضل من الاداء ده. يعني نصيحه ان هم يدوا سقف للعيبه شويه. طيب في سؤال برضو مهم بالنسبه لي يا كابتن عادل، فيما يتعلق بلاعب النادي الاهلي اليو ديانج اللي كان بيلعب في مباراه امبارح مع المنتخب المالي، تقييمك ليه؟ بالمنظر جميل. هو لعيب كويس، خلي بالك هو لعيب لعيب كويس، لعيب الكبار يعني. بس هو الفتره دي اتصدم بالسوليه وحسام عاشور وحمدي فتحي والناس، السوليه وكذا حد طلعب واتصدم بلاعبين كتير قوي كبار يعني. لكن هو لعيب كتير قوي، خلي بالك هيبقى حاجه كويسه للنادي الاهلي قدام يعني. يعني انا شايف انه من اللعيبه الهايلين امبارح، فان ازاي بيقف على الكوره، ازاي بيرفع عينه لفوق، ازاي بيحط الكوره قدام. يعني ان شاء الله لما يتقل مع النادي الاهلي هيعمل حاجه كويسه قوي يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن عادل عبد الرحمن نجم النادي الاهلي المنتخب الوطني السابق، واللي كان ليه وجهه نظر معينه يعني قالها من خلال